انا عايز اكلم كل اخواتي، عاوز اقول لهم وقفوا جنب بعض وايدكم في ايد بعض، محدش يبخل بحاجه على اخوه، لا في موقف ولا في طلب بيطلبوا منه، وان احنا طول ما احنا ايدينا في ايد بعض كلنا هنبقى احسن. وعاوز اقول لكم حافظوا على البلد وحافظوا على الوطن، وان الوطن ده بيكبر بكلنا مع بعضينا، مش بيكبر يعني بحد واحد او اتنين او ثلاثة، كلنا مع بعض لازم نكبر ببلدنا، ولازم نسعى كلنا ان احنا ننهض ببلدنا، ولازم نبقى واعيين لاي حد بيخرب البلد، ولحد حد بيحط في دماغكم افكار مش مظبوطه ويحاول يوقع البلد اللي هي طول عمرها واقفه على رجليها وطول عمرها صامده وطول عمرها ثابته. ولازم نبقى احنا كلنا واعيين لاي مؤامره بتتعمل على مصر الحبيبه، ونبقى عارفين ان احنا في ناس كتير قوي متربصه بينا. بس هو ده اللي كنت عاوز اقوله لكم، وكل سنه وانتم طيبين، وانتوا اخواتي وانا بحبكم. شكرا. على المسرح مع منى عبد الوهاب الليله 10:30 مساء في رمضان على قناه مصر الاولى.